شو مالك رايح معنا؟ لوين؟ لك شو لوين؟ ما قلنا لك ناصر زين وعزمنا لعنده على البيت؟ هو قال لك اني اجي معكم؟ يعني لو ما قال لي بقول لك. بصراحة بابا أنا مالي عين شوفه وشوف بنته. ما أنت أول ما بدك تفوت لعنده بدك تعتذر منه ومن بنته. أنت غلطت معه ومع بنته ولا ما غلطت؟ غلطت. غلطت كتير. إيه خلاص. الرجال طيب وما في منه. لو ما سامحك ما كان دعك لبيته. إن شاء الله. ما زين؟ بنته نادية حلوة. حلوة. حلوة كتير. ولساتك بتحبها؟ يعني إذا صار ظرف مناسب بتريد نخطب لك إياها؟ ما رح ترضى بابا لأنه في شاب تاني بحياتها. طارق متأكد إنها بتحبه وهو بيحبها؟ يعني في فكرة الزواج بيناتهم؟ ما بعرف. طيب نحن بكل الأحوال نطلب لك إياها. إن وافقت وافقت، ما وافقت منضل حبايب. عمل بتشوفه مناسب. يلا لكان غير ثيابك لأنه خلال نص ساعة بدنا نمشي.